قول برضو القائمة الخاصة بفريق الإنتاج الحربي. أعلن كابتن مختار مختار قائمته لمباراة الغد، وكانت مكونة من عامر عامر ولؤي وائل وأسامة محمد وسيد الشبراوي وخالد قمر ومحمد موسى وجيمس تيدي ومحمد عصام وأحمد شرويدة وعباس أميدو وعبد الرحمن بودي وإسلام رشدي ومحمد عضل ومعاذ الحناوي وأحمد شديد إناوي ومحمد خليفة وليلى وعبد الله وعبد العزيز موسى. ده يمكن القائمة اللي اختارها كابتن مختار بالنسبه لمباراه الغد. زي ما بقول لكم هي مباراه مش سهله، مباراه كابتن حسين عويس حتى وكابتن حسام بدأ التصريح بالنسبه لهم ان المباراه ليست سهله في مباراه الغد، فبالتالي التركيز مهم، الاعتماد على الفتره اللي فاتت والشكل الفني العالي اللي احنا قمنا بيه من خلال المباريات السابقه لازم ان شاء الله يبقى متواجد في مباراه الغد. بعض اللاعبين اللي ان شاء الله هيبقوا متواجدين او الاختيار التشكيل الاساسي للكابتن حسام البدري ايضا مهم جدا ان هم يبقوا في حالتهم، حته ان انت بتريح اللعيبه في جزئيه الضغط المباريات بتريحهم بشكل معين. يعني وليد ازارو كان اشتكى من العضله الخلفيه بتاعته، فبالتالي كابتن حسام اداله نص تمرينه ما خلاهوش يتمرن بشكل جديد، ده جزء من عمليه الراحه بالنسبه للاعبين عشان يقدر يعمل ريكفري بالنسبه للعضله بتاعته وجزئيه الراحه بالنسبه للجسم. مجموعه من اللاعبين اللي يقدر يعمل معاهم كابتن حسام بدري، لكن انا كنت بتفرج على التمرين امبارح في النادي صراحه، جزئيه اللعب على المساحات الصغيره، لان انت طبعا ما تيجي تقابل فرق دائما بتلعب عليك الزون فينس وبتبتدي تقفل الملعب وبتلعب امام ال 18، فانت بتبقى محتاج عمليه النقل والحركه باستمرار. كابتن حسام كان في تمرينه امبارح كان بيلعب على الاجوال الصغيره ويبتدي يضيق المساحات ويبتدي يلعب او يشتغل على هذه الجزئيه، فبالتالي ده مهم جدا ان انت بتتعامل فيه من خلال التمرين عشان تطبقه في خلال ال 90 دقيقه لما بتقابل فريق بالشكل ده. طبعا من الوارد ان يحصل كده في مباراه الانتاج الحربي غدا. خلينا اكلمكم على مباراه ان شاء الله اهلي، مباراه كنا بنتكلم على سلجاد والبطوله الدوليه في الامارات. الاهلي ان شاء الله هيواجه وادي دجله في بطوله دبي غدا ان شاء الله. معايا كابتن احمد سمير بيبو مدير الفني لفريق 2005 وهيكون معانا على الهاتف من خلال وجوده طبعا في دبي. احمد مساء الخير يا كابتن احمد. كابتن محمد ازي حضرتك؟ تحياتي ليك يا احمد وموفق ان شاء الله. ايه الاخبار عندك؟ لا والله يا كابتن الاجواء جميله جدا. يعني دوره على اعلى مستوى، حاجه جامده جدا ما شاء الله. تنظيم رائع وحاجه تفرح والله، وان شاء الله باذن الله يعني حاجه تبقى متكرره كده، نكرر التجربه مع الفرق الاوروبيه اللي على اعلى مستوى. دي حاجه بتضيف لنا حاجات كتير قوي وتعلمنا تجارب كويسه جدا. والحمد لله الحمد لله النتائج معقوله. يمكن احنا لعبنا ماتش مع الشرق الاماراتي في اول مباراه كسبنا 4-1 بينا كلتافيكو، فرقه طبعا يمكن هي حامل لقب وخدت البطوله السنه اللي فاتت كسبت ريال مدريد. عملنا مباراة كويسة جدا جدا. طبعا هم امكانياتهم عالية جدا ما شاء الله برضه في اوروبا، فكرة عالية جدا على اعلى مستوى. وخسرنا 2-0 يعني من كورتين تسليم، ورحنا كتير ضيعنا اهداف كتير. كان ممكن الماتش يعني النتيجة لا تدل على سير المباراة فعلا. هم كانوا مستحوذين استحواذ كويس، ولكن احنا مضيعين 4 فرص مؤكدة، وحتى الجولين اللي دخلوا فينا من كور ثابتة اخطاء طبعا، كان فيها نسبة خطأ من الطفل الصغير حارس المرمى عندنا كان فيها خطأ، ولكن عادي مفيش مشكله خالص. لعبنا مباراه النهارده مع الفريق الكندي، فريق محترم وفريق كويس، الولاد كانوا موفقين وكسبنا 3-0 الحمد لله. النهارده بقى كنا بنلعب الاكاديميه الاسبانيه، برده دي فرقه اسبانيه جامده جدا على اعلى مستوى، برده خسرنا 1-0 الحمد لله على كل شيء. مع الولاد عملوا جيم كبير جدا، عملوا ماتش كويس جدا. ولكن برده سوء توفيق. كان انا بس ليا ملاحظه الاكاديميه الاسبانيه دي اللي هي الخاصه بسلجادو اللي عامل البطوله، شخص محترم وشخص جميل جدا. لكن ملاحظه ان الجول بتاع فرقه الاكاديميه الاسبانيه مش طبيعي، يعني احنا حتى هنا لنا تعليق هو بعتين هو الولد ده جنسيته من غانا. يعني لا انت بتلعب جول لحارس فريق اول ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني بيزوروا هم كمان ولا ايه يا احمد؟ لا ده موضوع صعب جدا والله يا كابتن محمد، يعني انا يعني كل الناس بتعلق على الموضوع ده. في بداية المباراة يعني ضيعنا حوالي يعني رحنا عليه كتير جدا، ولكن بجد بجد عملاق يعني عشان حتى قاعد الاستاذ محمود صالح لسه بيتكلم ولد لا يعني مش طبيعي ما شاء الله عليه. طبعا انت عارف
غانا وافريقيا دايما حته التزوير والتسمين ده بيبقى بشكل غير طبيعي، لكن هناك اجتهاد وعملوا اللي عليهم. انت راح تحتك يا احمد بشكل مميز، وده المهم بالنسبه لك يعني، ويكفي ان سلجادو وهو بيتكلم على الفريق بتاعك اتكلم عليه بشكل مميز جدا، واتكلم عليه ان هو بالرغم من الخساره من سالتا فيجو اتكلم على اللعيبه بشكل مميز، اتكلم على لاعب اسمه احمد ايمن مارادونا برضه. هو لفت نظر مارادونا بشكل كويس، يمكن يعني مارادونا عمل بطوله على اعلى مستوى، هو ومعتز ويوسف جمال وعفيفي وسيف ورأفت وكل اللاعبين، مش عايز انسى حد، ولكن هم الولاد عاملين مجهود كبير جدا. انا كابتن فاروق، وزي ما بقول لك يعني كابتن محمد، الولاد برضو في حاجه غريبه برضو عندنا، احنا متحجمين شويه، العدد اللعيبه اللي معانا قليل شويه. يعني هو باعت لك الدعوه فجايب مثلا حوالي 12 لعيب، 12 لعيب فقط، فانت يعني برضو اجهاد على الولاد بشكل. وطبعا هم عندهم هناك في الامارات 20 لعيب و25 لعيب، وبيغيروا فرقه وينزلوا فرقه، ولكن الحمد لله زي ما بقول لك احنا زي مثلا بنقول هي الغرض الاحتكاك القوي جدا بالمدارس الاوروبيه. واحنا مبسوطين جدا من التجربه، وتجربه جميله، وانا مبسوط بالولاد جدا وفخور بيهم. ان شاء الله يا احمد ربنا يكرمك يا احمد، انت مدرب كويس. خليني بس اتكلم على جزئيه، انت المفروض بعد يعني المباريات القادمه بالنسبه لك انت وصلت لمرحله معينه، هتستكمل ازاي او فين؟ هم عاملين نظام كويس جدا، يعني دلوقتي الفرق اللي هي بتوصل دور الثمانيه هيلعبوا على حاجه اسمها الذهبيه. الفرق اللي هي بتخرج من دور ال 16 بيلعبوا على حاجه اسمها الميداليه الفضيه، يعني في منافسات، هو مش عايز يخرج الاولاد كلها من البطوله. من اول بقى يعني النهارده انا عندي مباراه بكره مع وادي دجله، لو كسبت هلاعب فرقه ثانيه كسبت في نفس المجموعه بتنافس على الميداليه الفضيه. تمام. ونفس الكلام هو عامل دوره للمجموعه اللي وصلوا، وهم برشلونه وريال مدريد وسيلتا فيجو اللي هم المراكز الاولى، واحد منهم بس اللي هياخد الميداليه الذهبيه، يعني دوره خاصه فيهم ودوره خاصه للمجموعه دي، وفي دوره للبرونزيه المستوى اللي هو الثالث اللي هو الاقل كمان، وفي دوره للمستوى الرابع كمان. يعني الراجل عامل دلوقتي بتشتغل على المستوى الثاني بفضل الله، الحمد لله. طب الحمد لله. طب يعني طبعا واضح ان كان معانا على الشاشه المهندس خالد مرتجي وكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي متواجدين معاكم في الملعب وبيأزروكم بشكل كبير يا احمد. مش عايز اقول لك يعني واقفين معانا بشكل غير طبيعي، بشكرهم على وجودهم معانا في اي وقت وكل وقت وكل زمان. مسانده غير طبيعيه، مبسوطين جدا من الولاد، بيكلموني الولاد لما خلصوا قعدوا يعيطوا، انت عارف ده ولاد النادي الاهلي وتربيه النادي الاهلي يا كابتن، انت عارف احنا لعبنا في النادي الاهلي واحنا ولاد صغيرين، فبنزرع في الولاد الحته دي انه ما بيعرفش الخساره وما بيعرفش، ولكن الكابتن على الساعه شايف يمكن لما بنكسب المباريات اللي احنا بنكسب فيها اربعه وثلاثه ما بيروح لهمش خالص ولا بيكلمهم، يجي عند الخساره لا يقول لهم لا انتوا كنتوا هايلين، اطلعوا وارفع راسك فوق وانت هايل، وانا النهارده مبسوط اداء. يعني الباشمهندس خالد مرتجي مبسوط جدا وبيكلموني كويس جدا، الناس مبسوطه جدا من اداء الولاد والرجوله اللي هم فيها، هم بيقولوا احنا بنلعب فرق اوروبيه وفرق عالميه ومبسوطين جدا واقفين جنبنا وسند لينا وضهر كل حاجه، فانا بشكرهم على جهدهم ده معانا والله يا كابتن محمد. توفيق ان شاء الله ليك يا احمد، ويعني اتفضل. وطبعا برضه بشكر الكابتن محمود صالح، وقت معانا وقت يعني جميل. راجل معايا طبعا كابتن محمود جميل، فما شاء الله يعني بشكرهم يا كابتن محمد على بالتوفيق ليك يا احمد ان شاء الله في المباريات القادمه، يعني لو انت بتلعب على الميداليه الفضيه ان شاء الله تحصل عليها بامر الله، معاك مجموعه يعني مميزه، انا كنت بتفرج على فريقك وانت مدير فني مميز، ربنا يوفقك يا احمد ويوفق فريقك في هذه البطوله، ويعني دايما قطاع الناشئين بشكرك طبعا يا احمد، دايما قطاع الناشئين من خلال براعم وتطلع بقى لغايه القطاع نفسه ثم تفريغ اللاعبين للفريق الاول، ده مهم جدا، دوري يعني المباريات دي والدورات الدوليه دي مهمه جدا عشان حتى اللعيب وهو صغير يبقى زي ما بنقول لعيب دولي، انت بتكون لعيب الدولي ان هو بيحتك مع فرق ممكن تكون خارج مصر، فبالتالي دي جزئيه مهمه جدا، النادي الاهلي طبعا باسمه بيشترك من خلال وجوده في هذه البطولات، وفي نفس الوقت اسمه الكبير مش شرط بس ان انت بتحتك، لا ده انت بتعمل جيل جديد دولي بالنسبه للنادي الاهلي وللكره المصريه. خليني اقول لكم بس النتائج بقى قبل ما اروح لفاصل واستقبل ضيوفي كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم طبعا
نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي هنتكلم على ليله المباراه واستعداد النادي الاهلي لمباراه الغد. اقول لكم بس مباريات الجوله 26 ونتائجها حتى الاتحاد السكندري وانبي اتلعبت هذه المباراه امس، وتعادل سلبي ما بين الاتحاد السكندري وانبي، ثم فوز الزمالك بصعوبه على النصر 2-1، وكان النهارده في مباراه طلائع الجيش وبتروجيت وانتهت بفوز بتروجيت 2-1. طبعا ان شاء الله مباراه الغد بالنسبه للاسبوع 26 هيكون يوم السبت بكره ان شاء الله، الرجاء وسموحه ثم الاسيوطي سبورت والداخليه والاسماعيلي وطنطا والاهلي والانتاج الحربي ان شاء الله هيكون الساعه 8. يوم الاحد هتكون ختام المباريات المقاولون العرب والمصري البورسعيدي ومصر المقصه ووادي دجله. ده بالنسبه لمباراه 26 اللي اتلعبت ونتائجها، وايضا بالنسبه للمباريات المتبقيه في هذا الاسبوع. هروح لفاصل واستقبل طبعا نجوم مصر كابتن شريف عبد المنعم كابتن ماهر همام.